حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع بلقيس يعنون هود مدينة الثلاثة أيام في حضرموت. طلاب مدرسة في تعز يؤدون الامتحانات في الوحل. ومن أخبارنا المنوعة، امرأة تفيق من غيبوبة دامت 27 عاما. أهلا بكم. يتحدث موقع بلقيس عن هود مدينة الثلاثة أيام في حضرموت. أما السبب في تسميتها بهذا الاسم فيعود إلى أنها ولنحو ثلاثة أيام تكون هذه المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة تريم بوادي حضرموت شاهدة على أكبر تجمع ديني في المحافظة. وفي حين يعود الزائرون أدراجهم من حيث قدموا يعود للمدينة سكونها. ليبقى عبد الله بن شهاب لنشر يوميات الزيارة على صفحته في الفيسبوك. يقول بن شهاب وهو عشريني يهوى التصوير الفوتوغرافي من سكان مدينة التريم إنه يحرص كل عام على زيارة قبر النبي هود والتي تقام في مطلع شهر شعبان ويستعد قبل موعدها بوقت كافي. ويضيف في حديثه لبلقيس أن الزيارة تمثل له مناسبة فريدة للاجتماع مع كثير من العلماء والأدباء وهي فرصة لطلاب العلم للاستفادة من محاضراتهم وأنشطتهم الدعوية. ويحرص الآلاف من أبناء حضرموت ومعظمهم من منتسبي المدرسة الصوفية على زيارة ما يعتقد أنه قبر النبي هود الواقع في إطار مديرية السوم على بعد نحو 140 كيلومتر إلى الشرق من مدينة سيئون. وخلال ثلاثة أيام هي الثامن والتاسع والعاشر من شهر شعبان كل عام تنتعش المدينة وتزدهر بآلاف الزوار. فالدافع الديني وحتى السياحي يحفز كثيرا من المواطنين لحزم حقائبهم إلى هناك كاسرين هدوء هذه المدينة. مساء يوم الثلاثاء وصل إلى موقع احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في عدن كما جاء في الموقع بوست نحو 240 فردا تم جلبهم من الحدود الشمالية للمحافظة بعد ضبطهم في منطقة العند بلحج. المحتجزون الأفارقة في معسكر بملعب نادي المنصورة يعانون وضعا كارثيا وانعدام دورات مياه خاصة بعد ارتفاع عددهم إلى قرابة 2500 مهاجر بينهم عشرات النساء. منظمة الهجرة الدولية قررت التدخل أخيرا اليوم للتخفيف من معاناة المحتجزين من خلال توفير عربة إسعاف وعدد من الممرضين لمداواة المحتجزين والذين كثرت بينهم أمراض الحميات والإسهالات المائية. ويعتمد المحتجزون في الملعب بشكل كامل على ما يجدونه من كميات بسيطة من الغذاء يوفرها لهم فاعلو الخير. وفي زاوية كتابات نطالع في الشأن المحلي مقالا للكاتب مصطفى الجبزي نشره موقع المصدر أونلاين تحت عنوان هل هناك فعلا مجاعة في اليمن ولماذا؟ يقول الكاتب كما تفعل الصحافة الدولية التي تصور الحرب على أنها بدأت في عام 2015 بالتالي هي حرب للسعودية ضد اليمن، فإن المنظمات الدولية تبني حديثها عن الوضع الإنساني المؤلم حاليا كنتيجة للحرب دون الخوض في سجل الوضع الإنساني في اليمن في آخر عشر سنوات. في عام 2014 بلغت قيمة واردات اليمن من القمح والأرز على التوالي ملياراً و394 مليون دولار بسعر 215 ريالاً للدولار الواحد. قياساً بهذا المبلغ أين ذهبت أموال الاستجابة الطارئة وكم المستفيدون منها؟ لا وجاهة لأي حديث عن وشوك وقوع مجاعة في اليمن قياساً باحتياجات البلاد من الغذاء أو المبالغ المدفوعة للاستجابة الطارئة. تراجعت إيرادات البلاد بسبب توقف تصدير النفط، وبالمقابل تدفقت أموال كبيرة تغطي الفارق، وبهذا يمكن فهم تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ولكن من غير الممكن فهم الحديث عن المجاعة إلا من باب فشل مواجهتها، وعلى الأطراف المشتغلة على هذا الأمر توضيح الأسباب. كيف لحملة شعبية تطلب قوائم مالية للمنظمات المحلية والدولية وتطالب بالشفافية أن تفهم على أنها تهديد للعاملين في المنظمات؟ على المنظمات أن تتوقف عن إهانة صور اليمنيين والترويج بها للحصول على أموال، سيما والمبالغ المخصصة لمعالجة وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية يكاد لا يظهر في الرسم البياني لبرنامج الأوتشا، بينما صرف أكثر من 23% في مصروفات لم تحدد طبيعتها. ويبدو أن مصطلح مجاعة لا ينطبق على اليمن، وإن كانت هناك جيوب مجاعة فالسبب هو سوء إدارة الأموال المخصصة والمساعدات الممنوحة.
لذا لزم الإجابة على الحملة الشعبية وين الفلوس؟ بعد احتلال اليمن المراكز المتقدمة في الدول الأكثر تعاسة في العالم، تقرير جديد يظهرها من الدول الأكثر هشاشة في العالم. يقول موقع المصدر أونلاين: اليمن احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البلدان الأكثر هشاشة للعام الحالي لأسباب عدة، أبرزها الحرب التي تقترب من إكمال عامها الخامس. جاء ذلك في تقرير سنوي صادر عن المؤسسة الدولية للسياسات الخارجية بالتعاون مع صندوق السلام الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له. يصنف التقرير جل بلدان العالم حسب مستوى هشاشتها وفق مؤشر متعدد الأبعاد يتم ضبطه حسب عدد من المعايير من خلال تحليل 12 عاملا أساسيا في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن أسبابا أخرى أوصلت اليمن إلى المرتبة الأولى في مؤشر الهشاشة، مع أن الحرب مستمرة منذ سنوات، لكن اليمن هي أيضا رابع أكثر الدول تدهورا على مدار العقد الماضي بعد ليبيا وسوريا ومالي، فقط بعد أن كانت قبل 5 سنوات في المرتبة 25 بين الدول الأكثر هشاشة بالعالم. في صنعاء وتزامنا مع أزمة وقود خانقة وخلافات تعصف بفروع شركة النفط، قامت ميليشيا الحوثي بحسب الصحوانت باختطاف عدد من قيادات نقابة النفط اليمنية، بينهم رئيس اللجنة النقابية حسان الشرماني ورئيس فرع الأمانة فهمي محمد المجذوب ورئيس فرع صنعاء عباس البيلي ورئيس فرع تعز فائز محمد بشر، وأخفتهم في مكان مجهول. ورفضت هذه القيادات نهب رواتب موظفي الشركة وتطبيق ما يعرف بآلية المدفوعات الإلكترونية، كونه يعرض حقوق العمال والموظفين للعبث والتعسف. وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت توجيهات بوقف صرف مرتبات موظفي الوحدات الإيرادية في مناطق سيطرتها واستبدال الرواتب بما تسميها العملة الإلكترونية، في ظل رفض نقابات العمال في وزارة المواصلات وشركة النفط وبنك التسليف الزراعي هذه الإجراءات. نطالع في الشأن الإقليمي مقالا للكاتب عبد الوهاب بدر خان نشرته جريدة الحياة تحت عنوان إيران وحلفاؤها في دوامة أزمة العقوبات. يقول الكاتب: في كل قرار أمريكي جديد تجديد للضغوطات على إيران وميليشياتها وأتباعها، وفي كل قرار إيراني جديد إشارات إلى أن ثمة مواجهة قيد التحضير. عشية إعلان واشنطن انتهاء فترة الإعفاءات والاستثناءات من العقوبات ووضع تصفير صادرات النفط الإيراني قيد التنفيذ، عين المرشد علي خامنئي قائداً جديداً للحرس الثوري هو اللواء حسين سلامي. ولوهلة يقفز إلى الأذهان أن المرشد هدد بأن منع إيران من تصدير نفطها سيؤدي إلى منع المصدرين الآخرين، وأن سلامي برز بتخصصه بإطلاق التهديدات بإغلاق مضيق هرمز أمام السفن النفطية. اعتادت واشنطن الرد بأن التهديدات تعني أن إيران بدأت تشعر بوطأة عقوبات وبأنها ستتعامل بجدية مع أي محاولة لإغلاق ممر مائي بهذا القدر من الأهمية للاقتصاد العالمي. أي محاولة تنجح في تنفيذ هذا التهديد ستضع الولايات المتحدة أمام تحدي، ولن يكون لديها خيار آخر غير إحباطها بالقوة إذا اقتضى الأمر، أو تخسر هيبتها كحارسة لسلامة الملاحة عبر الممرات المائية الدولية. لكن تفاعل إيران مع أي تصعيد بتصعيد مماثل قد يقود إلى مواجهة مباشرة لا تريدها، أو بالأحرى لا تريد لها أن تمس أراضيها. أما إذا حصلت فإنها ستدافع عن نفسها وستلجأ إلى إشعال جبهات كثيرة في المنطقة كما سبق أن أنذرت. لا شك أن مواجهة كهذه ستستدعي تدويلاً، وبالتالي انقساماً دولياً لن يفيد إيران حتى مع وجود مجموعة دول تؤيد مواقفها أو تتفهمه، فالمسألة لن تقتصر عندئذ على نزاع في شأن قانونية العقوبات أو على مبررات إغلاق مضيق هرمز، ثم أن لتعميم المواجهة مخاطره أيضاً لأنه سيضع دولاً كثيرة في مواقف حرجة سياسياً، وقد يمس أمنها ويعرض مصالحها لخسائر غير متوقعة. في اليمن هناك مدارس دون جدران بالهواء الطلق، وأخرى دون سقف أو مدمرة بشكل كامل أو جزئي،
وهناك عشرات الطلاب في مديرية مشرعة وحدنان بمحافظة تعز كما تقول العربي الجديد اضطروا إلى أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في فصولهم المكشوفة الغارقة بالوحل بسبب الأمطار الغزيرة. مدير مدرسة عبد الله بن عباس في قرية وادي المشارقة معاذ العباسي قال إن 260 طالبا وطالبة اضطروا إلى أداء امتحاناتهم فوق قطع من الحجارة لعدم احتواء الفصول على مقاعد دراسية وامتلائها بمياه الأمطار. وأضاف العباسي للعربي الجديد أن المدرسة التي تأسست عام 1982 وتضم طلابا في المرحلة الأساسية من الصف الأول وحتى التاسع تفتقر إلى أبسط مستلزمات العملية التعليمية، كما أن مبناها بحالة سيئة ويحتاج إلى الترميم وإعادة التأهيل. الناشط الاجتماعي أسامة العزب قال إن المدرسة بنيت على نفقة أهالي القرية قبل نحو 4 عقود وهي مستمرة في العمل رغم شح الإمكانيات، داعيا الجهات الحكومية والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم اللازم للمدرسة وإعادة تأهيلها. استشراف المستقبل يهتم بالدرجة الأولى بالأحداث الحسية والمادية الملموسة دون الأخذ بالاعتبار الظواهر غير المحسوسة والخفية في تاريخ الأمة وفي ثقافتها وفي وعيها لمعنى الحياة. إن تلك النظرة المقتصرة على ما يراه الإنسان ويحسه تتولد عنها نقاط ضعف أخرى. كان هذا جزءا من مقال للكاتب علي محمد فخرو في صحيفة الخليج عن توقع مستقبل العرب واستشرافه، وفيه قال أيضا: لو حاول عالم سياسة واجتماع استشراف مستقبل الأمة العربية في بداية القرن 21 لخرج بصورة ترجيحية قاتمة مملوءة بالإحباط واليأس. آنذاك كان الاستبداد السياسي مهيمناً على كامل الأراضي العربية، وكان الشعب العربي فاقداً للإرادة ومستسلماً لقدره البائس. لو حاول العالم نفسه استشراف مستقبل العرب في بداية العقد الثاني من القرن الذي نعيشه، عندما خرج الملايين إلى الساحات العامة وأسقطوا أنظمة ديكتاتورية فاسدة خلال أيام معدودة، لخرج بصورة ملؤها الأمل والثقة الكبيرة بالمجتمعات المدنية العربية، وفي مقدمتها شباب وشابات العرب الذين أبهروا العالم بأساليب نضالاتهم وبقدراتهم المبهرة على تجييش الملايين. آنذاك عادت العافية السياسية وقويت المشاعر والآمال. لكن لو عاد ذلك العالم وحاول الاستشراف بعد النكسات والفواجع والهزائم التي أوقفت الحركات والثورات حيثما اندلعت وقادت إلى عودة قوى جديدة مستبدة وظهور جماعات إرهابية خلال فترة قصيرة قياسية، لخرج مرة أخرى بالصورة الترجيحية الأولى المملوءة بالإحباط واليأس نفسها. اليوم وبعد عودة الروح ويقظة الكرامة في الحركات الجماهيرية الهادرة في القطرين الجزائري والسوداني، ومع الاستنباطات التجديدية في وسائل النضال التي شهدتهما الساحتان ومرة أخرى أبهرت العالم، ترى ماذا سيقول عالمنا السياسي الاجتماعي إذا حاول للمرة الرابعة استشراف مستقبل هذه الأمة القادرة على تفجير المفاجآت المبدعة؟ بعد 27 عاماً على دخولها غيبوبة كما يقول موقع شبكة البي بي سي، أفاقت امرأة إماراتية أصيبت بجروح خطيرة في حادث مروري في عام 1991 من غيبوبة استمرت 27 عاماً فيما وصفت بمعجزة طبية. وتعرضت منيرة عبد الله التي كانت تبلغ من العمر 32 عاماً وقت وقوع الحادث لإصابات خطيرة في الدماغ بعد اصطدام حافلة بالسيارة التي كانت تقلها، حيث كانت في طريقها إلى المنزل بعد اصطحاب ابنها من المدرسة. كان ابنها الأكبر عمر الذي يبلغ حينها من العمر 4 سنوات يجلس في المقعد الخلفي للسيارة بجوار والدته، لكنه لم يصب بأذى لأن والدته احتضنته بين ذراعيها خلال الحادث. لكن منيرة أصيبت بإصابات بالغة ونقلت للعلاج في مستشفى ألماني، وبعد مرور عام من سفرها للعلاج وخلال زيارة ابنها لها انخرط في مشادة مع عاملين في غرفتها بالمستشفى، وشعرت الأم أن ابنها في خطر ما تسبب في صدمة لها. وبعد 3 أيام استيقظت وهي تنطق باسم ابنها عمر. صور غريبة وجميلة في آن واحد تنشرها عدسة مصورين محترفين لصحيفة سويس آند وسويسرية، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور.
الأحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا، يقدمها لنا رسام الكاريكاتير. نتابع أيضا. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.